وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن الهدنة مع إسرائيل تصب في خانة المصلحة الحزبية الضيقة، وهو تماماً مشروع تصفوي شبيه بروابط القرى الخيانية. مين المغص؟ كيفك مين؟ احكي لي يا ابو العريف. غزة او وهم التمكين او هدنة عيد التعريف؟ تعريف اللي يفاوض هو بايده سلاحه بايده القوة، ممرخرخ في حضن عدوه وشغله تخوين وتصنيف. يعني هسا الهدنة خيانة بس لانك فيها عالهامش؟ أفكارك محتاج صيانة وتقديرك للموقف فاحش. لو حاربنا تقولوا متنا، لو هادنا تقولوا بعنا، ما همك جعنا أو شبعنا، كل همك تحكم يا حيف. وقال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف: نؤكد أننا لا نريد تهدئة مع الاحتلال في غزة. يخت اسم الله عليه الكيوت، قال ما بده هدني، قال حسسني انه في بيروت ومرعب جيش الاحتلال. عشرات سنين وفش طلقة عالعادي، طلعت من السلطة عنا اسد وعنده قطة، يسعد لي دمه شو خفيف، رجعولي اسامة الحريف. وأكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات هي الأولى أن تنفذ، لا عقد هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية. يلي بتتغنى بالوحدة وبموقف وطني للكل، مفصائل شعبي متحدة وتدارس خطوات الحل، ولا الوحدة بعرفك واحد يؤمر وينهى واسمه القائد، تاريخك في الفرقة شاهد ولا أطلك من الأرشيف. ما بدك هدنة أنا عارف، بدك يبقى الضغط علينا، ومن الأسد الرابض خايف في الضفة ينهض الحينة. اللي رافض إنه يصالح وقلب المي الحلوة مالح تيغطي على فعله الفاضح، ولا فعلك أحسن توصيف، رغم الجعجعة تبقى ضعيف. من المفارقات العجيبة، رغم أنه مقاومتنا الباسلة بتطلق صواريخها في سمائنا المحتلة فوق رؤوس المحتل، يعجز من يصفها بالخيانة أنه يطير جناحي بعوضة فوق سمائنا المحتلة وفوق المحتل، ثم يأتي ويصفهم بالخيانة وبالخون. عجبي. لا أبرئ بعضنا، بعض الفلسطينيين، من التماهي مع هذه المؤامرة التي يقال إنها ستبدأ من غزة. ولا يا حرامي مكرمة الحج، حبك عطحوني وإلك الحلقة الجاي، خاطركم.